كويسة مش لأنها وحشة، فلازم نفهم كده. لكن المفروض نطالبه يثبت كلامه. وجود متهمين مصريين في سجون مصرية على ذمة قضايا محددة مش تهمة مفروض ندافع عنها. ممكن نراجع الأوضاع القانونية لكل الناس مش بس اللي اتكلموا عنه. تعالوا نراجع الحفلة اللي بدأت علينا الأسبوع اللي فات بعد ما هيومن رايتس واتش طلعت تتهم مصر انها عامله ظروف عقابيه قاسيه على نزلاء سجن العقرب. سجن العقرب كان فيه محاوله هروب فاشله حصلت في سبتمبر، فالمنظمه قالت ان عندها ادله ومنها فيديو مسرب ورساله مهربه بتقول إن وبتوري ان الحكومه المصريه بشكل متعمد صعبت الظروف اللي هي اصلا سيئه في السجن بعد محاوله الهروب. فنائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتاع المنظمة اسمه جو ستورك قال السلطات المصرية عاملة عقاب جماعي على سجناء سجن العقرب. ما جابش سيرة استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة كانوا بيحاولوا يمنعوا عملية الهروب دي. طب ايه هو عقاب الناس اللي هيومن رايتس واتش بتقوله؟ قالت لك ان هم بيحرموا السجناء من التهوية المناسبة ومن الكهرباء ومن المية السخنة ومفيش اضاءة كفاية ومفيش ترتيبات للنوم والصرف الصحي ومفيش مراعاة للاحوال الجوية والمساحات ضيقة، وبكده سجن العقرب يبقى بينتهك حقوق السجناء. هو الحقيقة احنا ما عندناش حاجة اسمها سجن العقرب، هو اسمه سجن مشدد واحد او اتنين حاجة كده. طب الكلام ده يترد عليه بايه؟ في التسعينيات كان في اعتقد قناة سويسرية عملت لقاء مع اللواء بهاء الدين ابراهيم اللي كان مساعد وزير الداخلية للاعلام، فكلموه عن حقوق الانسان في السجون فسألهم هو انتم بتتكلموا عن ايه؟ يعني ايه المشكلة في وضع حقوق الانسان في مصر في السجون؟ فقالوا له انتوا حاطين خمسة في زنزانة. فرد قال لهم طب نعمل ايه في مواطنين شرفاء مكافحين عايشين 13 في اوضه. طلعت الست هيلينا ديلي مدير المفوضه الاوروبيه لشؤون المساواه بين الجنسين قدام البرلمان الاوروبي نيابه عن الممثل الاعلى للشؤون الامنيه والسياسيه في التكتل جوزيف بوريل، بتقول الاتحاد بيتابع تطورات حقوق الانسان في مصر وان اعتقال ثلاثه من قيادات منظمة المبادرة المصرية لحقوق الشخصية في القاهرة اللي بيقدموا خدمات في غاية الأهمية للشعب المصري شيء هي بتعلق عليه. الست بتاعة المساواة اللي هو الدولة النهاردة بقالها سنين عمالة بتجري عشان خاطر تحقق ده زي ما شفنا في مجلس النواب ده واللي قبل منه. قبلها كان في تقرير بيقول ان عدد قياسي من الصحفيين في السجن في 2020، ده حسب لجنة حماية الصحفيين اللي اتهمت الحكومات، مش الحكومة بتاعتنا، الحكومات انها بتضيق الخناق على الاعلام في ظل كورونا. التقرير السنوي بتاع لجنة حماية الصحفيين اللي مقرها امريكا قالت 274 صحفي اتسجنوا و26 واحد في مجال الاعلام اتقتلوا، وده على مستوى العالم كله. قال لك الصين هي نمرة واحد على رأس الدول اللي بتسجن الصحفيين. كام واحد في الصين؟ 47. ورا منهم مين؟ تركيا 37. ورا منهم مين؟ مصر 27 والسعودية 24. طبعا السؤال يعني هنسأله، هل المسجونين دول كلهم بس